مالك يا استاذ؟ ما تكتب وتخلصنا. اسف ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ جوزي وعايز يرجعني وانا موافقه، ايه اللي يمنع؟ الشرع يا حضرات. شرع؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك مش طلقت مراتك 3 مرات؟ ده كان هزار يا استاذ. الدين ما فيهوش هزار يا ست هانم. من يطلق زوجته للمره الثالثه لا يجوز اعادتها الى عصمته الا بمحلل. والمحلل ده بيتباع فين يا حبيبي؟ يتباع؟ اه. لا يا حبيبتي هو يعني خلاص خلاص ما تقلقش. استاذ بسيوني. ايوه. من فضلك خد العربيه وانزل على مصر على طول، هات لنا الحاجات اللي بيقول عليها الاستاذ. ها؟ نجيب محلل يا ست هانم؟ اه. ايه؟ طب يا ست هانم نقشره ولا نقشره هنا لما نيجي؟ من ده ومن ده. هو منين ده؟ من الشواربي، من المنطقه الحره، انا عندي دولارات.